يلا خل بحط اليوم ورود بسوي ديزيز. آخر مرة سويت لوك في ديزيز كان هذا، اليوم بنسوي شي شوي أنعم. باخذ برتقالي وبسوي بنفس الآيلاينر. الحين بسحب نهاية الآيلاينر إلى فوق شوي كذي. الحين من باليت وايلد باخذ أصفر بحط شوي هنا بنفس البرتقالي، بحط شوي تحت اليوم هنا. الحين برسم آيلاينر عادي. الحين من أي باليت بفرشاة صغيرة باخذ لون غامق وبرسم الديزيز. عقب ما حددت موقعها بروح لباليت بلاي جراوند وباخذ اللون الأبيض وبحطه على الورود اللي سويناها. نواصل تلوين. الحين من نفس الباليت بشيل أصفر وبحط نقطة واحدة نص الوردة. شوفوا شلون صاروا الورود. خلاص شوفوا الميك اب شلون صار، حده كيوت وناعم صراحة، طلع أحلى من اللي توقعته. كتبوا لي ايش رايكم، شنو تبون نسوي بعد.